مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء على آخر تطورات المشهد السوري، معنا من العاصمة القطرية الدوحة السيد خليل المقداد، الكاتب والمحلل السياسي السوري. أهلا بك سيد خليل. بداية، مع وصول القافلة 16 من مهجري الغوطة إلى الشمال السوري، هل هناك أمل لعودتهم وما هو مصيرهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله. ليس هناك من أمل أو نية لإعادة أي من المهجرين، لأننا لو استعرضنا نتائج القمة الثلاثية سنجد أنها أكدت على مسألة توطين النازحين من الجنوب باتجاه الشمال في إدلب وغيرها وجرابلس في ريف حلب. لذلك من غير المرجح على المدى المنظور أن يكون هناك أي عودة ما لم يكن هناك تسوية شاملة تضمن للناس حقوقهم وعودتهم الآمنة بدون أي ملاحقة أو اعتقال أو زج في صفوف الجيش، من اعتقال للشباب وزج بهم في صفوف الجيش. سيد خليل، يعني عفوا، تسوية بين من ومن؟ يعني إن كنا نتحدث عن تسوية نتحدث عن أطراف متكافئة، ولكن النظام وروسيا لا ينظرون إلى المقابل على أنه طرف كفء. نعم، أنا قلت تسوية، أقصد تسوية للمسألة السورية أو الملف السوري، يعني حل الأزمة السورية تماما بشكل كامل، وهذا لن يحدث. يعني هذا أمر آخر إن أردنا التحدث عن إمكانية وجود قيام تسوية أو من عدمها. نعم. هذا لن يحدث على المدى المنظور، لأن الجميع الآن بات يتموضع في سوريا وكافة الأطراف تحاول أن تنسق وجودها مع بقية الأطراف بحيث يكون هناك اتفاق على مناطق النفوذ والسيطرة. طيب، تشكيل فصائل المعارضة بشمال حمص وجنوب حماة لجبهة موحدة لمواجهة النظام، برأيك كيف سينعكس على الأرض؟ وهل سيختلف مصير هذه المناطق عن مصير الغوطة؟ يعني أنا ما فهمته من بعض أبناء المنطقة أن التشكيل الجديد هو للتصدي لمشاريع التسوية والتسليم، وريف حمص الشمالي تحديدا يعني لا زال هو أحد المناطق الثورية، يعني نستطيع أن نقول التي لم تسلم، وبالتالي أتى هذا التشكيل الجديد حسب ما فهم للتصدي لمشاريع التسوية التي يقودها النظام بالتنسيق مع مخاتير المنطقة. هذه الموضة الجديدة التي ينتهجها النظام في كافة مناطق سوريا، التنسيق مع مخاتير المنطقة أو ما يسمى وجهاء المنطقة. لذلك هذا التشكيل الجديد أو اتحاد الفصائل حسب ما فهمت أتى للرد على هذا الأمر وإحباطه. طيب، بالأمس انتهت القمة التركية الروسية الإيرانية في أنقرة، كيف تابعت مخرجاتها وإلى أي مدى ستؤثر على الواقع الميداني؟ يعني أنا برأيي هذه أولا القمة قمة علاقات عامة بالدرجة الأولى، لأن الدعوة وجهت سابقا وقبل حوالي شهرين من الرئيس التركي. ثانيا، يعني هي أتت يعني بهدف إعادة تنظيم مناطق النفوذ والسيطرة في سوريا والتفاوض حولها ومحاولة إيجاد قواسم مشتركة حول هذا الأمر بحيث لا يكون هناك تضارب وتعارض بين هذه الدول الثلاث. يعني الآن لدينا مسألة رفعت حتى ربما يكون قد تم التوصل إلى اتفاق بشأنها، لأن روسيا مثلا قد تكون مستعدة للتخلي عن سيطرة عن تل رفعت لصالح تركيا، بحيث تقوم تركيا بتأمين الشمال السوري مقابل أن تسلم جسر الشغور ومعرة النعمان، يعني تضمن خروج الفصائل من هذه المنطقة إضافة إلى سيطرتهم على مطار منغ وغيره. لا. الآن هي يعني عمليات تسوية أو اتفاقات تتم بين هذه الأطراف على حساب الدم السوري، على حساب المصلحة السورية. تركيا يهمها الآن بأي شكل من الأشكال تأمين الحزام الشمالي، الحدود الجنوبية التركية مقابل أي شيء. يعني والسبب طبعا هو الانهزامية التي يتمتع بها قادة الفصائل، لأنه لو نظرت للأمر أنت، كل القادة أو معظم القادة عندما يتفاوضون مع الأتراك تجد أن مطالبهم شخصية، بالحصول على نسبة في معبر، الحصول على جنسية، دعم لهذا الفصيل، كلها مطالب شخصية. طيب، وفصائلية، وبالتالي لا تجد هذه الدول حرج من أن تتاجر ب. طيب، كيف تقرأ تخبط قرارات الإدارة الأمريكية بشأن انسحابها من سوريا من عدمه؟ ما الذي سيتغير في حالة انسحاب الولايات المتحدة من القضية السورية أو من سوريا بشكل عام؟ أولا، ليس حتى نكون متفقين، ليس هناك تخبط في هذا القرار. هذا القرار واضح، وأنا صرحت لأكثر من وسيلة إعلامية بأنه يهدف لابتزاز الشركاء، شركاء الولايات المتحدة وخاصة العرب، استكمال عملية الحل. يعني
لذلك أتت التصريحات الأمريكية لاحقا بأن فعلا أكدت أن هناك عملية حلب جديدة، وصرح يعني ترامب بأنه مستعد للبقاء في حال تكفلت السعودية بتكاليف أو نفقات بقاء القوات الأمريكية. ولكنه حدد موعد قبل الانتخابات. نعم. هم صرح، البيت الأبيض صرح أنه لن يكون هناك انسحاب عشوائي، وأن كافة الاحتمالات والخطط ستدرس وبالتالي يمكن أن يؤجل عملية الانسحاب، لأن من يقيم عشرات القواعد، يعني أكثر من 10 قواعد في سوريا بينها مطارات، لا يمكن أن ينسحب بهذه السهولة. من يسيطر على أغنى المناطق في سوريا وأكثرها قصوبة ووفرة للمياه لن ينسحب. الولايات المتحدة الآن تموضعت وحصلت على حصة فيها وستفاوض الجميع عليها، وقد يعني تضطر السعودية للدفع مسبقا بحيث يحصل ترامب على عدة مليارات أو تريليونات، حتى يعني هدفه الحصول على 5 تريليون دولار من السعودية على هيئة هبات وصفقات وعمليات، يعني تكفل بعمليات حربية، نفقات عمليات حربية وغيرها، وبالتالي هذه تضمن له يعني جزء كبير من الثروة، ويسمح بالتالي لروسيا أن تلعب بأن لديه عقدة روسية. هو أنا لا يعني سبب خضوع ترامب لروسيا له عدة أسباب، منها مساعدته في الفوز في الانتخابات، منها المستمسكات التي طيب أن روسيا تمتلكها ضد ترامب وهكذا. أنا أشكرك شكرا جزيلا. أريحية الآن. نعم شكرا جزيلا سيد خليل المقداد، الكاتب والمحلل السياسي السوري، كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة.